دولة النيجر دولة شقيقة، دولة ليبيا دولة شقيقة، دولة مالي دولة شقيقة. نساعد بقدر ما نساعدوه، بالأقل ما يجيهمش البلا من عندنا. السي عبد المجيد تبون، حنا مغاربة كنقول لكم مبروك عليك الولاية الثانية، وكنقول للجزائريين مبروك عليكم عمي تبون. ولكن علاش الضحك على الدقون دابا الآن؟ علاش بأنك ما تقولش الحقيقة للرأي العام؟ حنا بغينا أننا نسولوك ملي كتهضر على العلاقة ديالك وطيدة مع النيجر وكذلك مالي واوا. ما وقع بمؤتمر اتيكاد بطوكيو أنا كنعتبره بأنه جريمة مع سبق الإصرار والترصد. أبطله الجزائر كأداة للجريمة والاتحاد الإفريقي المنفذ للجريمة بطبيعة الحال. تبنى جوج ديال القضايا، القضية الأولى هي القضية الفلسطينية، والقضية الثانية هي القضية ديال الصحراء المغربية. كل ما ضعف النظام الجزائري في هذه القضايا بجوج إلا وينهار. عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. هنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نشوفوا غادي نطرقوا لواحد الحدثين بارزين، وغادي نطرحوا السؤال: شنو هي الأسباب ديال الحدوث، وعلاش هاد الظرفية بالضبط؟ وكذلك غادي نشوفوا واحد الخرجة ديال عبد المجيد تبون، صوت وصورة، هو كيضحك في الحملة الانتخاب ديالو على الشعب الجزائري، كيقول لهم العام زين، وغادي نبينوا، غادي نفندوا الأكاذيب ديالو، وغادي نبينوا كذلك بأن فعلا الجزائر كتعيش أزمة إقليمية ودولية. ومن خلال كرونولوجية الأحداث، فعلا النظام الجزائري يختنق ويضعف. إلا شفنا مثلا الحدود الليبية الجزائرية، راه شفنا شوفوا شنو داير لهم حفتر. كذلك أن روسيا دخل على الخط، واللي دايرهم قرصت الأذن نظرا لغباء والأخطاء التي ارتكبها النظام، كنا تطرقنا لها في حلقة سابقة. أخطاء ديال النظام الجزائري تجاه روسيا، هي الإمارات داخلة على الخط، المالي داخلة على الخط، وكذلك مصر. ولكن قبل أننا باش نديروا تسلسل الأحداث، غادي نرجعكم لسنة 1962 بعد الاستقلال المزعوم ديال الجزائر. من جاب خروبة دار واحد المسألة ما يصطلح عليها تصحيح الثورة، وحنا كنعرفوا بأن مجموعة من الدول التي تدعي بأنها ثائرة وتحررية و كتبنا بعض القضايا، قضية أو قضيتين أو أكثر. هنا النظام الجزائري في عهد بوخروبة شنو دار؟ دار ما يسمى بتصحيح الثورة، وتبنى جوج ديال القضايا. القضية الأولى هي القضية الفلسطينية، والقضية الثانية هي القضية ديال الصحراء المغربية. كل ما ضعف النظام الجزائري في هذه القضايا بجوج إلا وينهار، لأن هذه القضايا بجوج هي سبب الوجود ديال هذا النظام هذا في السلطة. ما إلا ضعف في هذه القضيتين غادي ينهار، ما غاديش يبقى عنده المكانة بتاتا مطلقا. إلا مشينا للقضية الفلسطينية، هو خرج عبد المجيد تبون وفضح كلش، فضح كاع الجزائريين، ديك البروباغندا الخوية، فلسطين ظالمة أو مظلومة أو منين طلب من مصر أنها تفتح له المعبر، والحمد لله أن راه خرج له السيسي وفتحوه، قال له المعبر مفتوح 24 ساعة على 24 ساعة، ورا عندك واحد طريق بحري بغي يدخل لغزة عن طريق البحر، تدخل. شكون اللي قال لك انك انت كتدعي بانك باغي تحرر فلسطين؟ واو واو واو. مساله اخرى من هذا المنبر كنشكر الاخوه الفلسطينيين اللي كينشطوا في مواقع التواصل الاجتماعي، وعندنا معهم تواصل وعلاقه بطبيعه الحال، وكنديروا بوتيت مباشره على منصه التيك توك اللي بغي يتابعنا، الجريده المغربيه، اللي اعتبروا بان هذا النظام كذاب اشير، راه ما كاين لا قضيه فلسطينيه ولا ولا. إذا لنترك هذا جانبا، نمشي للملف ديال الصحراء المغربية. وهذا الملف هذا بالنسبة للنظام الجزائري ولا كيضعف. إلا شفنا مثلا التقارير الأمريكية مؤخرا، شفنا التقارير ديال الاتحاد الإفريقي، شفنا كذلك الخرجة ديال ممثل الفيدرالية الأمريكية توماس هيل، ماذا قال؟
اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء أنهى الملف ديال الصحراء المغربية بصفة نهائية. خروج مجموعة من الدول اللي كانت كتعترف بالجبهة الوهمية مسمى بالبوليزاريو شافت بأن المصالح ديالها مع المغرب وليس مع الجزائر هي ولات أنها كتسحب الاعترافات ديالها. وغير مؤخرا غير البارح ولا البارح كذلك إثيوبيا غادي تخرج عن صمتها وستسحب الاعتراف ديالها بالجبهة الوهمية ما يسمى بالبوليزاريو. وقائد الأركان ديال العسكر ديال إثيوبيا كاين زيارة إلى المغرب في إطار التعاون العسكري والأمني واو. كن على يقين بأن قريبا والأيام بيننا بأن إثيوبيا غادي تخرج عن صمتها وستسحب الاعتراف بجبهة البيدون. إذن الإخوان من خلال كرونولوجية الأحداث دابا الآن المغرب الآن إلا شتنا هاد الملف هذا وهذه رسالة إلى النظام الجزائري. كاين ملف مجلس الأمن صاحبي، ومن أدخل هذا الملف إلى اللجنة الرابعة هو المغرب، ومن سيخرجه إن شاء الله رحمه رحيم هو المغرب. وكل شيء كيآمن بالمقترح ديال المغرب وهو المقترح ديال الحكم الذاتي. نقطة ورجع للسطر. والحمد لله أن الدبلوماسية المغربية خدامة الآن في شخص سيد بوريطة وكذلك السي عمر هلال. الملك ديالنا خدام في صمت بطبيعة الحال. كل ما دار النظام الجزائري واحد الخطة الدعم ديالو للبوليزاريو وكيحاول أنه يضغط على المغرب، إلا وأن المغرب كيدير الكونتر خطة وكيضعف لهم هاد الملف. وكما قلت لكم بأن فوقاش ما ضعف هاد الملف هذا إلا وينهار النظام الجزائري. هنا غادي نمشي للخرجة ديال عبد المجيد تبون صوت وصورة في الحملة الانتخابية ديالو كيضحك على الشعب الجزائري وكيقول لهم بأن العام زين وكيهضر على العلاقة ديالو مع مالي ومع النيجر واواوا. غادي نسمعه وغادي نفندو الأكاذيب ديالو وغادي نبينو بأن فعلا النظام الجزائري كيعيش أزمة إقليمية ودولية. نسمعوا لهاد المهرطق عمي كذبون. دولة دير الخير في كل المحيط نتاعها، وحنا ماذا بينا كل المحيط نتاعنا كلهم دول شقيقة وصديقة. دولة النيجر دولة شقيقة، دولة ليبيا دولة شقيقة، دولة مالي دولة شقيقة. نساعد بقدر ما نساعدوه بالأقل ما يجيهمش البلا من عندنا احنا. إذن سمعتوا الإخوان الضحك على الدقون. السي عبد المجيد تبون، حنا مغاربة كنقول لكم مبروك عليك الولاية الثانية، وكنقول للجزائريين مبروك عليكم عمي تبون، ولكن علاش الضحك على الدقون دابا الآن؟ علاش بأنك ما تقولش الحقيقة للرأي العام؟ وحنا بغينا أننا نسولوك ملي كتهضر على العلاقة ديالك وطيدة مع النيجر وكذلك مالي واوا. بغينا نسولوك شنو كان كيدير الجيش الأوكراني اللي انطلق من الأراضي الجزائرية وهجم الفاغنر وهجم الجيش المالي ووقع ما وقع؟ إذن علاش كتكذب سي عبد المجيد تبون؟ زيد على ذلك قول لهم الخطة الفرنسية وبعلم منكم بأنكم بغين تخلقوا بوليزاريو بيس أخرى بشمال مالي باش أنكم تزيدوا أنكم تضغطوا على ليبيا من طرف دوك الأفارقة السود وواوا. بغين تخلقوا بوليزاريو بيس أخرى بعدما فشلت الخطة ديالكم في الدعم ديالكم لما يسمى بالجبهة الوهمية ما يسمى بالبوليزاريو. والحمد لله أن حفتر كان ذكيا، راه ماشي الهدف ديالو هو الاستيلاء على منطقة إيسن ومنطقة غدامس والاستيلاء على أبار البترول والغاز، لأن فاقلكم باللعبة وبغي أنه يأمن الحدود ديالو. ومازال غادي نرجعوا لهذا الموضوع إن شاء الله في حلقات مقبلة إن شاء الله رحمه رحيم. هنا غادي نمشي ما وقع بمؤتمر تيكاد بطوكيو. أنا كان أعتبره بأنه جريمة مع سبق الإصرار والترصد. أبطاله الجزائر كأداة للجريمة والاتحاد الإفريقي المنفذ للجريمة بطبيعة الحال. هنا كان عرفوا بأن سابقا النظام الجزائري كل ما كان الاتحاد الإفريقي كيعقد منتديات إفريقية مع مجموعة من الدول إلا وكيحاول النظام الجزائري قحام جبهة البوليزاريو. والنظام الجزائري والبيدون جبهة البيدون دائما أنهم كيتلقاو الصفعات عفوا. راكم شفتوا في ذاك المنتدى الإفريقي الروسي بوتين قال لهم لا لحضور الجبهة الوهمية مسمى بالبوليزاريو. نفس الشيء وقع في المنتدى الإفريقي الأمريكي.
فهذا المؤتمر ديال طوكيو. هنا اللي العجيب في الامر هو ان قنوات جزائريه وديال المرتزقه شنو كيقولوا؟ ان المخزن تلقى ضربه موجعه خلال المؤتمر، واليابان تعترف بحضور البوليزاريو. اولا غادي نذكركم، وللذكرى تنفع المؤمنين، راه في ذاك المنتدى الافريقي الياباني اللي تعقد بتونس، وشفنا بان قيس سعيد انه استقبل بالمطوش، راه خرجت وزاره الخارجيه اليابانيه وفي شخص رئيس الوزراء الياباني قال بالحرف بان اليابان لا تعترف بالجبهه الوهميه ما يسمى بالبيدون. مساله اخرى موقع الان، اليابان قامت على الفور بطرد ممثل البوليزاريو، اذا شنو تقولوا في هذا الشيء؟ وعدم الاعتراف بالجبهه الوهميه ما يسمى بالبوليزاريو، وخرجت ببيان وراسلت الاتحاد الافريقي وطلبت منه استفسار فيما وقع. ولا اظن بان فعلا الحمد لله ان الدبلوماسيه المغربيه ما غاديش تسكت، وانا كنظن بان الاتحاد الافريقي غادي يحاول انه ما يرتكبش نفس الخطا، خاصه وحنا مقبلين على منتدى افريقي صيني في خلال الاسبوع القادم بحول الله. غادي تكون اجتماعات، وانا كنظن بان الاتحاد الافريقي ما غاديش يعطي فرصه اخرى بالنسبه للنظام الجزائري انه يولي يقحم مره اخرى الجبهه الوهميه ما يسمى بالبوليزاريو. بغيت نهضر على الحدث الاخر الثاني، ولكن ما بغيتش نطول عليكم، ولكن خلال الحلقه المقبله غادي نطرق له باسهاب. كان معكم الاستاذ احمد، تقبلوا تحيه طاقم الجريده المغربيه، الى اللقاء، تحياتي.